نرجع لمنى. منى شفناكي طالعه تاخدي دلوقتي نازله من على المسرح مخصوص تاخدي الشنطه و... شوفي طالعه ايه ده؟ لا منى قويه قوي. يعني ايه ايه ده؟ ايه الاوت فيت بتاعك بتعملي منين؟ احنا شايفين يعني الاوت فيت بتاعك لبسك مين اختارك؟ مين اختارك ليه؟ ماما يعني انت هنشوفك ان شاء الله السنه دي في مهرجان الكوره ومهرجان المنى هيسالوكي سؤال الاوت فيت بتاعك ايه؟ مش محضره السؤال ده؟ منا كان ايه الدنيا؟ قولي لي ليه يعني مثلا كنت خايفه قلقانه ولا انا مش عارفه امثل قدامها؟ لا خالص ما كنتش خايفه خالص، اصلا كل الناس هيشوفوا فليه الكسف. شفتي اللقاء اللي كان بينك وبين سليم مؤخرا يعني وانت كنت عماله تنصحي سليم وحصل كده يعني ضحك كده من الناس على السوشيال ميديا، شفتي ده؟ لا شفتيش حد بيقول لسليم مثلا انت تطلبي مثلا برجر مثلا تطلب شاي نعناع قلش والكلام ده؟ ايه اكتر قلش عجبك وهزار عجبك وانت فاكره لحد دلوقتي؟ يبقى هي منى مش شخصيتي قوي يعني. انت قاعده على المسرح عماله تقولي عماله تقولي كبيره ما بينك وما بين نفسك قبل ما اي حد يسالك، بتقولي ايه؟ ما انا بعد ما اخد الجايزه كنت هقول شكرا قوي على الجايزه واحكي ان انا كنت نفسي امثل ودعيت لربنا وسألت بابي وقال لي لو انت موهوبة تمثلي لو مش موهوبة ما تمثليش. طب انا ماليش دعوه. بتعملي ايه غير التمثيل؟ في موهبة تانية غير التمثيل؟ يعني مثلا بترسمي بتغني؟ بغني. بتغني؟ صوتك حلو؟ مش قوي، انا مش حاساه. ليلى صوتها احلى مني.